بسم الله الرحمن الرحيم. مركز فلاحة المعرفية برجل الأبواب مفتوحة اليوم العالمي للادخار لتعريف بخدمات ومنتجات بنك الفلاحة المعرفية التي نقدمها في سبيل تطوير المؤسسة والنهوض ببنك الفلاحة المعرفية لآفاق مستقبلية واعدة. بنك الفلاحة المعرفية اليوم يفتح أبوابه للتعريف بمختلف الحسابات البنكية التي يوفرها لزبائننا من أشبال ودفتر توفير أشبال، دفتر توفير للفلاحين. نرحب في هذه الأيام المفتوحة على مساعيها لكل شرائح الزبائن لمؤسسة وكالة الشلف 261 ترحب بكل زبائنها، ونرحب بكم في هذه الأيام المفتوحة إن شاء الله. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.